بسم الله الرحمن الرحيم. انا حياة بني ساكنة باقليم الحاج. كنعاني من مرض الفشل الكلوي هذه مدة 10 سنوات، يعني من 2010. يعني بعد معاناة ديال التنقل، يعني كنت يعني كنقول انني ندير يعني نتحدى المرض نتعايش معاه ندير، ولكن لقينا اننا من حقنا ان يكون عندنا واحد النقل خاص بالمرضى، لان عندهم معاناه كثيره، معاناه ديال الادويه، معاناه ديال التنقل الى كان المكان بعيد، لان المسافه ما بين الحاجب ومكناس يعني 30 كيلومتر، يعني وان المريض ياخذ النقل العام راه كتجي شويه يعني فيها واحد الصعوبه. التنقل اكثريه تنقل، لا من ناحيه يعني التعب الجسدي وكذلك المادي، يعني كاين ناس يعني ما فحالهمش، يعني واخا انني انا الحمد لله يعني متوفر شي، ولكن راه كاينه ناس كثر، وكذلك واخا الانسان انه يكون عنده راه كنشوفوا ان هذا الشيء يعني واحد المده اللي هي طويله، واحد المرض اللي هو يعني دائم كما كنقولوا مزمن. الحصص الاسبوع عندنا 3 الحصص، يعني الاثنين الاربعاء الجمعه، وضروري انك تاخذ الحصص ديالك، ما يمكنش انك تغيب، ما يمكنش انك تغيب الحصه بحكم انك الا ما التزمتش مثلا في الاكل بالريجيم ديالك، الا كثرت السوائل، يعني راه في مريض الفشل الكلوي راه الا بغيت نقول يعني قليل اللي غيفهم المعاناه ديالو، قليل اللي كيعرف الصعوبات اللي كيعيشها. هو مثلا الا شرب غير كاس ديال الماء ايها الناس وزاد عليه كاس القهوه وكاس ديال الاتاي، راه يقدر يتزيم الصدر ديالو، يعني خصو مستعجلات يوصل باش يوصل للطبيب، فما بالك يعني الا ما كانش عنده التنقل كيفاش غيدير هذا المريض. مثلا هذا المريض غادي يمشي يعني كيمشي بشكل عادي، ولكن في الرجوع كيكون عنده واحد المضاعفات، اما كينزل له من بعد تصفيه اكثر، اما الضغط كينزل، اما الناس اللي عندهم السكري كينزل لهم السكري وكيلقاو واحد الصعوبه انه يرجعوا للمنازل ديالهم. يعني فاش فكنطالبوا يعني هاد الناس والمسؤولين ديال منطقه الحجب انه يتوفر هاد النقل الخاص بمرضى الفشل الكلوي، يعني ما كنطلبوش. كاين بالنسبه للازرو، مدينه ازرو، وكاين في افران، وكانوا ناس يعني في الوقيته ديال المعاناه ديال كورونا كانوا كيتنقلوا مع الناس ديال ازرو، الناس ديال الحاجب. بالنسبه للناس ازرو عندهم وافران، علاش ما يكونش في منطقه الحاجب؟ يعني هذا الشيء اللي كنطلبوا كانوا كيديونا معنا. كنا كنمشيو معاهم يعني في وقيته كورونا. سيروا يعني حتى انتم يعني مادام الحاجب يعني خصكم يكون عندكم نقل. مدينتكم عندكم جماعتكم. يعني ما لقيناش يعني. واخا دقيتوا البيبان هنا؟ دقينا. شنو الاجابه؟ من بعد صبروا شويه، بلاتي شويه، هذه جلسنا مع السيد الباشا، يعني كيعطينا شويه الوقت، سميتو قال لك لا واه يقدر يخرج النقل، ولكن يقدر يكون لابناء المنطقه فقط، يعني ما قصدناش ابناء المنطقه، واش غير هادو وحنا لا، ما فهمتش. انا ساكنه في الحاجب. نعم. واش كيقصد اللي كيتنقلوا هنايا في الحاجب فقط لهذا السونتر ديال الدياليز ديال هنا، ولا كاين سونتر ديال الدياليز هنا ولكن ديال الدوله؟ بالنسبه حنا اللي عندنا تغطيه ما عندناش الحق اننا ندوزو فيه، نستافدو منه خاص، ضروري خصنا الخاص. الرساله ديالنا كنتمناو انه يتوفر هذا النقل، لان كنعيش واحد المعاناه، وصراحه انا ما كرهتش توصل الرساله لابعد، ماشي غير هاد المسؤولين ولا حتى سيدنا الله ينصرو انها توصلوا هاد الرساله، لان دقينا يعني قلت لك راه من 2020 تقريبا، وشوف الازمه ديال كورونا كي دازت علينا، درناها عندنا جمعيه، كاينين اعضاء كنديروا اجتماعات، قلنا لكراس السيد العامر الباشا مجلس بادي، يعني الملف ديال ان يتوفر عندنا النقل في مدينه الحجب عندهم، عارفوا وسامعين به، يعني ماشي شي حاجه اللي جديده، هما عارفين الملف باش يفعلوا ان ولا يلبيو لنا الطلب. مازال نتمنوا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نتمنوا الخير، ونتمنوا ان شي واحد يحس بهذه المعاناه اللي كنعيشوها.